الحمد لله اللي شاف السيارة أعتقد أنك ما كان يدري أن السيارة أصلاً نحن عاملينها بالطريقة هذه، لأن لو يشوفون الفرق كيف كانت السيارة وكيف كانت الحين بتلاحظ كثير يعني بالسيناريو نفسه بالبداية، أنه يكون واضح المسألة واضحة يعني أن السيارة طايحة من منطقة جبلية وبعيدة وطايحة في الوادي، كيف تكون شكل السيارة؟ من داخل الاكسسوارات الطبيعية يعني جاي منها من سيارتي من البيت من كل مكان مجمع اكسسوارات ومخلي سيارة طبيعية على الافكتات البسيطة والأشياء هذه على الاكسسوارز داخل السيارة. كان بالنسبة لي أنا كان هم أن كيف أدخل السيارة تكون طبيعية طبيعية من الداخل، أن سيارة أشخاص يستخدمونها في حياتهم اليومية. يعني عملت سيرش، رحت شفت سيارات، رحت الورشة قالوا لي صعب يعني ان احنا نعملها، قلت له ما في شيء صعب، راح يصير يعني. اشتغلنا فيها على تقريبا يومين. قص السيارة كيف بسهولة ان احنا في اللوكيشن ان احنا نبطل البيبان، نبطل السقف، نرجع نركب السقف مرة ثانية. طبعا مع فريق خالد شحي في انديزاين، في مهندس امريكي هو مهندس طائرات في الأخير يعني، بس مجنون شوية في الفورك ليفت كان يسوقها ويدعمها يعني. أتمنى أن تقنع المشاهد في الأخير يعني، إقناع المشاهد أحيانا يكون صعب، إن شاء الله أن إحنا نقدر نكون وصلنا للشكل المناسب للسيارة في الموضوع هذا.